ما هذه كرة القدم يصير فيها دي كونتاكت، مي الحمد لله موراها ما كانش حاجة نيجاتيف، شغل بالك ما تلاقيناش هاد الفرصة وين جاو شلف تربص تلاقينا والحمد لله يا ربي ما مشيخ. أنا ما عندي حتى مشكل معاه، نتمنى له الخير للفريق تاعو وإن شاء الله لا ريسيت مع فريق العلمة ويعاود يرجع الفريق هذا المستوى.